عمر مطابث أوقاتكم والسلام عليكم. أنباء عن تحركات اتحادية شرفية تستهدف سحب الثقة من إدارة الفائز. بالصور تقرير ميداني عن الاستفزازات الإيرانية للهلاليين في طهران، ورئيس الهلال يدعو إلى موقف خليجي موحد. مع بداية شهر الحسم، هل بدأ عقد صفقات بيع نتائج المباريات في الدوري السعودي؟ تقرير وشاهد. الأهلي يكرر رباعيته والشباب يعطل التراكتور. السعوديون يفترسون الفرق الإيرانية في دوري الأبطال. أهلا بكم. كشفت مصادر من داخل مراكز القوى في نادي اتحاد جدة السعودي أن شرفيين بارزين يحاولون تكوين تكتل يسمح بطلب جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من إدارة النادي الحالية. وقالت صحيفة المدينة في عددها الصادر أمس أن رئيسا سابقا لنادي الاتحاد عرف بنجاحاته الكبيرة بدأ في تشكيل مجلس إدارة وتجهيزه ليتولى المهمة في حال استقالة الإدارة الحالية أو تم سحب الثقة منها. وفي العهد أو العهود الأخيرة فثلاثة رؤساء ناجحين في تاريخ الاتحاد، إما أحمد مسعود أو طلعت لامي أو منصور بلوي، بما أن الأخير مستبعد من الرئاسة فربما سيكون أحمد مسعود أو طلعت لامي. ومن جدة يلتحق بنا الآن أحمد مسعود، عضو شرف نادي اتحاد جدة ورئيسه السابق صاحب الرباعية التاريخية في عهد الإدارة الاتحادية الماضية. سيد مسعود أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. بماذا تعلق على هذا الخبر؟ هل أنت الرجل المقصود الذي بدأ في تشكيل إدارة للإطاحة بالإدارة الحالية؟ شكرا اخوي بطال، والله يمسيك بالخير. الحقيقه الخبر مفاجئ بالنسبه لي، لكن لا، انا لا بشكل اداره ولا بحاول اني انا يعني ان تكون في اداره معايا او الاطاحه بهذه الاداره ابدا. طيب بماذا يعني تعلق على هذه الانباء التي تتسرب الان في بعض الوسائل الاعلاميه وبعض الوسائل غير رسمية تحديدا؟ يعني أنا أقول اجتهادات شخصية فردية، بعضها مغرض. يعني الإدارة هذه أنا يعني الحقيقة أرأف بوضعها، لأنه من يوم ما دخلت وهي تعاني من المشاكل الكبيرة إلا أمامها، وضعت أمامها. طب هل تم الاتصال بك سيد يعني مسعود بصراحة، هل تم الاتصال بك من عضو شرف لتشكيل تكتل وطلب جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة؟ هل عرض عليك مثل هذا الأمر؟ لا، لم يعرض علي مثل هذا الأمر، ولا أقبل أصلا أنه أي أحد يناقشني في موضوع زي كده. لا يمكن أقبل أني أنا أسحب الثقة من إدارة إحنا اخترناها وجات إحنا خلينا نديها فرصة أن هي تكمل الفترة الزمنية حقتها. طيب يعني إحنا اديناها فرصة، هي لسه أول سنة ما كملت. متى آخر مرة كلمك أحمد فتيحي أجل عضو شرف النادي؟ أحمد فتيحي أنا أتكلم معاه لغاية البارحة، تكلمنا سوا. ما في أي، ما ناقشتوا هذا الموضوع أبدا؟ لا 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 أبدا أبدا. طيب بماذا تفسر؟ لا ما يعني ما في نية لهذا الموضوع. خليني أقول لك، طيب أنت رأيك في الإدارة الحالية بعد قراراتها الجريئة اللي كانت إدارات سابقة تفكر فيها لكنها لا تقدم عليها والآن أقدمت هي، أنت كيف ترى عمل الإدارة؟ كيف تقيمه؟ والله شوف، أنا ماني قريب من الإدارة ولكن أقول أكيد يعني اتخذت القرار هذا بناء على أسباب ومسببات هي عارفاها أكثر من أي واحد تاني، فأنا ما أحب أخوض في أنه كيف وليش أتخذ هذا القرار. لكن التغيير يعني هذه سنة الحياة يعني. وبعدين إحنا اليوم بنلعب في زمن احتراف. يعني ليه بنستغرب من الأشياء هذه يعني؟
جميل. طب لماذا أنا أستغرب كيف نحن نستغرب من الأشياء هذه؟ بماذا تفسر استخدام اسمك في التداول؟ يعني لأنك شخصية مثلا خلنا نقول صاحب الرباعية، أكثر رئيس نادي حقق بطولات يعني في تاريخه. من حسن ظن الإخوان وأنا أشكرهم على هذا الظن الطيب، ولكن أنا يعني ما هو طبيعة أحمد مسعود إنه هو يتآمر على إدارات أو يحاول يشيل إدارة أو حاجة كده أبدا. أخذ منك العنوان الصريح، أنت تدعم هذه الإدارة بكل ما قررت حتى الآن؟ نعم. جميل. لن تشارك في أي محاولة لجمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة؟ لا. عاد مو مختصر إجابات هالدرجة. أنا أقول في صالح مين؟ إيه تفضل. لا دقيقة، يعني أنا قصدي في صالح مين؟ أنا دحين خلينا نقول طيب نبغى نسحب الثقة من الإدارة هذه. إيه. طيب في صالح مين لما تنشال هذه الإدارة، ومين الإدارة اللي حتيجي؟ أها. يعني ما نعرف مين هي الأسماء أصلاً اللي موجودة في الساحة. جميل. معروفين كلهم. جميل جميل جميل. شكرا جزيلا أحمد مسعود رئيس نادي الاتحاد السابق الذي ربطت بعض الأنباء المسربة بينه وبين تحرك لمحاولة سحب الثقة من إدارة نادي الاتحاد الحالية بعد القرارات الساخنة والجريئة التي أصدرتها مطلع الأسبوع الماضي. شكرا جزيلا سيد أحمد مسعود. يلتقي قدماء المنتخب السعودي مع نظرائهم البرازيليين في مباراة ودية استعراضية خيرية تقام في الرياض نهاية شهر مايو المقبل. وبحسب أنباء مسربة عن الشركة التي تكفلت بدعوة نجوم البرازيل إلى الرياض، فإن الأسماء المقترحة لمخضرمي الأخضر السعودي تتكون من ماجد عبد الله، فؤاد أنور، سعيد العويران، محمد دعيع، سامي الجابر و نواف التمياط مع بعض اللاعبين المعاصرين. يقابلهم في الفريق العالمي روماريو دونغا وبرانكو وروبرتو كارلوس. ومن موسكو يلتحق بنا الآن شادي البتديني رئيس تنفيذي لشركة آر بي إم، هي الشركة الراعية أو المتكفلة بإقامة هذه المباراة. سيد شادي أهلا بك معنا. يعني تحت أي إطار يمكن وضع هذه المباراة؟ خيرية استعراضية، ماذا بالضبط؟ مساء الخير وشكرا لاستضافتنا. هي مباراة تجمع كل شيء، استعراضية، تكريمية، احتفالية وخيرية. أهم شيء هي تعرف على جايين بشهر 6 بالبرازيل كأس القارات. نعم. وكأس القارات أسس وابتدى بالسعودية من حوالي 21 سنة، فمن الأهداف كانت أنه يكون كحفل تذكاري لأول لتأسيس هذا الكأس. وحبينا نجمع ونجيب عمالقة البرازيل يلعبوا ضد عمالقة السعودية. نعم. طيب هل يعني الخبر واضح منه انه النجوم 94 هم المستهدفين في المنتخبين اللي لعبوا في مونديال 94 في السعودية؟ تفضل. هي الفكرة بلشت بالنسبة للبرازيل مع كارلوس ألبرتو توريز اللي هو كان قائد منتخب البرازيل 1970. أي. لما طلع بفكرة البرازيل ماسترز يلي هي أساطرة عمالقة البرازيل تشامبيونز منشان احتفال كأس العالم باستضافة البرازيل كأس العالم، فحبوا نعم. يجمعوا بين منتخبي 94 و 2002 يلي فازوا بكأس العالم بالبرازيل. نعم. وياخدوهم بحملة استعراضية حول العالم. جميل. ودخلنا نحن كشركة RPM كمسوقين ومنتجين لهذه السلسلة من المباريات. جميل. حبينا أول مباراة تكون نبتدي فيها بالسعودية. نعم. والفكرة هي أنه حنجيب اللاعبين من 94 و 2002 وبعض اللاعبين التانيين اللي مثلوا المنتخب البرازيلي بكؤوس عالم تانية، ونبلش فيهم، نبلش أول مباراة بالسعودية ونختار الأسماء من عمالقة الكرة السعودية، ويصير أول مباراة إن شاء الله ب 9 مايو بستاد الملك فهد بالرياض. تم تحديد المباراة بشكل نهائي، موعد المباراة؟ تقريبا 90%. نعم. نعم. طيب هل تلقيتم موافقات اللاعبين البرازيليين أو أنتم تتخاطبون مع الاتحاد البرازيلي، ليست مخاطبات فردية؟
هي في شركة اسمها بالبرازيل سجلت تمثل اللعيبة البرازيليين المتقاعدين. نعم. اسمها البرازيل شامبيونز. وهذه المؤسسة هي تمثل اللعيبة البرازيليين بالنسبة للمخاطبات النحوية. جميل. بالنسبة للاعبين المتقاعدين السعوديين تلقيتهم الموافقات منهم؟ لأنه ما عندهم شركة أكيد. أكيد هذه اجتهادات فردية من الشركات تتواصل مع اللعيبة. الأمور بعد بدايتها إن شاء الله من هون لحوالي فترة 5 أيام الأسبوع بتكون كل الأسماء أكدت ونصدر اللائحة بالمشاركة. لديكم موافقة رسمية من الاتحاد السعودي والجهات الرسمية اللي قامت هذه المباراة الآن في الرياض؟ يعني كل التصاريح التراخيص المطلوبة أصدرت؟ هذا العام خلصها. أي. لسه هذا العام خلصها الأسبوع هذا إن شاء الله، فمن هلا الأسبوع بكون كل شيء جاهز. شكرا جزيلا سيد شادي البتديني رئيس تنفيذي لشركة RBM الراعية أو المنظمة لمباراة قدماء السعودية وقدماء البرازيل التي ستقام في 9 من الشهر المقبل في الرياض. شكرا جزيلا. هذه وقفتنا الأولى، نعود معكم لنتابع في المرمى وفيه بالصور والوثائق كيف استقبل الإيرانيون الهلال في طهران، ورئيس الأزرق يدعو إلى وحدة خليجية، عبد الرحمن بن مساعد ضيف في المرمى. هل بدأ الشهر بيع نتائج المباريات في دوري الدرجة الأولى السعودي؟ تقرير وشاهد.